أمل مرحبا، هيدا الشهر مبلش معك بشوية زعل، يمكن لأنه في خلافات عاطفية بالحب مريت فيها المرأة والرجل الحمل، أو مشاكل بقلب البيت زعجتك لدرجة كبيرة. الحل الذكر والأنثى الحمل إنه تطولوا بالكم شوي. الحمل بشكل عام شخص بحب انه يحب وينحب، بحب هو يكون الاول بحياة اي شخص بيعرفه او ضمن معارفه او عائلته، ولكن احيانا بيكون متطلب وبينسى ينتبه شو عم بيصير حواليه، مما بيسبب خلاف ومشاكل لانه برج ناري واللي بقلبه على لسانه بيحكي كل شي بقلبه، فهيدا الشي بيسبب نوع من الجفا. بعض الحمل رجال ونساء صار عندهم انفصال، الانفصال بعده مأثر عليهم كمان، هن الكبرياء تبعهم عالي تقريبا مثل الأسد، مش بعلو الأسد ولكن بنفس المبدأ، فلذلك هن مش عم بيستوعبوا وكمان هن مش عم بيقدروا يغيروا. فعاطفيا للأشخاص اللي انفصلوا أو صار عندهم مشاكل، الأمور النفسية مش العلاقة هي ذاتها، أموركن النفسية بدها انتباه بدها مراعاة. العلاقة على ما يبدو ما هي صحيحة، الاختيار من الأساس كان غلط. أما باقي الحمل العزابي للجنسين، عم شوف إنه كتير منكن عندن سفر، أنثى الحمل عندك سفر، عندك رحلات، عندك أسفار، عندك مغامرات جديدة، البعض منكن للدرس والبعض للعمل والبعض بس لل أو الاستياف أو النقاهة، وكله عم بيكون كتير كتير منيح. رجل الحمل عم شوفك بوضعين، وضع منهم العاشق الولهان ووضع التاني عم تشتغل ومثابر بعملك، وهيدا كتير منيح بالنسبة لهالشهر. الأحمال البنات والشباب من عمر العشرينات إلى عمر الثلاثينات 35، وضعكم النفسي والمادي والاجتماعي والعملي والدراسي حيكون جيد جدا هيدا الشهر. عم شوف نوع من التفاؤل وفي حظ بيجيكم هيدا الشهر، بس بدكم تشيلوا هالمخاوف اللي مسيطر عليكم، ما في داعي إلى نهائي لأني ما عم شوف أي شي بيستدعي هالأمور. الحمل النساء اللي عندهم حالات طلاق، عم شوف انه هني ما بينخاف عليهم، في حب جديد جايلن، في توافق، في اكشلي زواج، في امور بتنحل من هلأ للشهر ما بين السادس والثامن، وعم شوف انه اختياراتكم بهالمرة كانت افضل، والشريك رح يقدم لك للمرأة الحمل نوع من الاستقرار اللي ما حصلتي عليه قبل، وهالمرة راح تكون أفضل. أما بالنسبة للمطلقات الحمل يلي عندهم أولاد، عم شوف إنه أولادكن راح يدخلوا مرحلة جيدة وفيها نجاح واستمرارية بعمل جيد كمان. بالنسبة للرجل الحمل المطلق ولا يزال عازب، أوكي مش مطلق وتجوز اوريدي والست كمان، لا بعدهم عازبين، عم شوف انه شوي مبتعد عن ولاده واكل هم ومش عم بقرب منهم كتير. بليز حاول ترجع هالعلاقة بينك وبين ولادك، ولادك بحاجة لإلك وانت كمان بحاجة لإلهم، لانه بيمدوك بطاقة كتير حلوة وكتير ايجابية. نومك مقلق، حياتك منغمرة شوي بالملذات، بدك تنتبه على صحتك، بيتك انت مش طبعك هيك بس بيتك شوي مشوش، فكرك مشوش، فبلش انتبه على صحتك وجرب انه تخفف من سهرك، دخانك، ارجيلتك، ملذاتك او يلي هو. بشكل عام الحمل هيدا الشهر الاشياء القديمة اللي زعجته من قبل ومتدد معه للأشهر الماضية صحيح بعدها موجودة، يعني صارت ورا ظهره
بس هو أحيانا من وقت للآخر بيفكر فيها. ما تفكر، الخسارة بتتعوض، المال بيرجع، أنت مقبل على مرحلة كتير جديدة وكتير حلوة وفيها كتير من السمات اللي حتساعدك لا على مدى ال3 سنين الجايين. واللي كانوا منكم واقفين مشاريعهم أو موقفين أشغالهم وهلأ رجعوا تيستثمروا أو يعملوا مشاريع، عم شوف إنه في شراكة كتير جيدة رح تكون على صعيد العمل تبعكم، ودولاب الحظ مأثر عليكم بطريقة جدا جدا إيجابية. أرقام الحظ للحمل 10، 2، 11، 7، و9. عزيز الحمل، نومك مش كتير كويس، جرب تنام منيح. المرأة الحمل لازم شوي تخففي شغل وترتاحي نفسيتك، ترتاح شوي وتنسي الاشياء الصعبة اللي مريتي فيها بالماضي. حاجة تجيبي الحمل بطبعه شوي سوداوي، اوكي، مع انه بيبين انه هو واثق من نفسه وهيك قوي وكذا، ولكن ضمنا هو سوداوي شوي. فبليز تخلصوا من هالسوداوية وتفائلوا، وما تكونوا كتير عنيدين. العناد بهالفترة مش رح بيناسبكن. شهر 9 شهر رائع للعقود، لماضي وراء، لسفر، لخبريات بعيدة، وكمان شهر 8 مثل ما قلت لكم. ان شاء الله يكون شهركم سعيد. اعملوا اشتراك. ميرسي كتير لكم والله معكم.